أنتم شباب يا شيخ، الشباب فقط يتقدموا، الشيوخ ممكن يتكع الجدار، لكن الصغار يتقدموا قليل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نتكلم بإذن الله تعالى عن تفسير سورة هي أهم سورة في القرآن، ما هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. We're going to speak about, or we're going to explain the most important surah of the Quran. And what is this surah? Surah Al-Fatiha. لماذا سميت بهذا الاسم? Why was Surah Al-Fatiha called Surah Al-Fatiha? لأن القرآن افتتح بهذه السورة. أول سورة في القرآن. نعم. Because the Quran, its opening chapter is Surah Al-Fatiha. يفتتح بها المصلي الصلاة. And also because the person who prays, the first thing he says is Surah Al-Fatiha. يفتتح بها الخطيب أحيانا، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. خطبة. Because نعم. Also when a person gives a khutbah, the khatib, then sometimes he also begins his khutbah with those ayat. تسمى أم القرآن، أم الكتاب. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن كل شيء في القرآن موجود في هذه السورة باختصار. And this surah, سورة الفاتحة, it is called أم القرآن, the core of the Quran, or أم الكتاب. And why is it called أم القرآن and أم الكتاب? Because everything which is found in the Quran, it is mentioned, summarized in this surah. فيها التوحيد. Because this surah, it contains التوحيد. فيها الأحكام. It contains rulings. فيها القصص. It contains stories. فيها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. It contains the command to follow the Prophet صلى الله عليه وسلم. التحذير من الضلال. It contains a warning against misguidance. الإيمان باليوم الآخر. And iman in the final day. كل شيء في القرآن موجود في هذه السورة أم الكتاب. So everything or every meaning which is found in the Quran, its summary is contained in this surah. And this is why it is called أم القرآن. تسمى السبع المثاني لأنها مكونة من آيات سبعة. And it is called سبع المثاني, the seven oft repeated آيات. And because its ayat are seven in number. تسمى الصلاة. سورة الفاتحة تسمى الصلاة. في الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. الصلاة هنا أي الفاتحة. سورة الفاتحة. And also from the names of سورة الفاتحة is الصلاة. سورة الفاتحة it is called الصلاة. Because in the حديث القدسي the Prophet sallallahu alayhi wa sallam says that Allah subhanahu says, I have divided the salah between me and between a person in half. And the intended meaning of salah here is Surah Al-Fatiha. وتسمى الرقية لأنها رقية. تمرض أو يمرض لك ولد اقرأ عليه سورة الفاتحة. رقية. And also Surah Al-Fatiha, it is called الرقية. And the reason why it's called الرقية is because if you are ill or your child is ill, then you recite Surah Al-Fatiha as a رقية. نعم. قبل أن نقرأ القرآن ماذا نصنع? Before we recite the Quran, what should we do? ماذا نصنع? نستعيذ. نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دون تفسر. نعم. We seek refuge. We say the استعاذة, meaning we say أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا? And why do we say أعوذ بالله من الشيطان الرجيم? هل أنت تصنع منكر الآن? Are you doing something which is evil? يقول عندما أمشي في الطريق لو مرت مرأة أغض بصري أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. منكر. If a person is walking on the street and a woman passes by him, he looks down,
he closes his eyes and he says أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Why? Because there's a clear evil in front of him. الآن أقرأ قرآن. لماذا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم? But right now I am reciting Quran. So why would I say أعوذ بالله من الشيطان الرجيم? أنا في عبادة. I am worshiping Allah. في طاعة. And I'm obeying him. نقول لأن الله أمر بهذا. Because firstly Allah ordered you with this. أمر أن كل من أراد أن يقرأ القرآن لابد يستعيد. He ordered every person who attends to recite the Quran to say أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالله هذا أعطينا الجوال من هذا. أعطينا الجوال. جزاك الله خير. نعم. والشيطان لا يريد منك أن تفهم القرآن. And also because شيطان does not want from you to understand the Quran. ولهذا لابد قبل أن تقرأ القرآن تستعيذ حتى تفهم القرآن. And for this reason, before you begin to recite the Quran, you seek refuge in Allah in order for you to understand the Quran. الآن أنا مثلا أفتح هذا الكتاب باللغة الإنجليزية. نعم. وهذا يقول تفهم شيء؟ قل والله ما أفهم شيء. لماذا تقرأ؟ يقول لي لماذا تقرأ إذا ما تفهم؟ If I was to take an English book and I open its page and I'm looking through it and he says to me, can you understand anything from the book? And he says, no, I don't understand anything. كيف؟ وهذا القرآن هو الدستور لك منهج الحياة كل شيء فيه ولا تفهمه؟ And how is it that the Quran is a guide in how you live and yet you recite it and you don't understand anything in it. هذا يشتري جهاز ايفون. If a person buys a mobile phone, an iPhone, لابد يعرف يأخذ أو غسالة أو ثلاجة يأخذ أو السيارة ما أعرف إيش تسموه أنت. كتيب؟ نعم. كيفية التشغيل صح أو لا؟ صح. نعم. If a person buys an iPhone or a car or a refrigerator or any other machinery, then he usually gets a manual and he'll read the manual so he knows how to work this machine. طيب وأنت أهم شيء عندك هذا القرآن. كيف تقرأ ولا تفهم؟ And you, the most important thing which you have with you is this Quran. So how do you read and recite the Quran and you understand nothing? صعب. Is it difficult? صعب أن تفهم كلام الله وليس صعب أن تفهم كلام فلان الآن. صح. هذا قال أنا من العرب لكن أفهم اللغة الإنجليزية وكذا. طب كيف تفهم اللغة الإنجليزية ولا تفهم كلام الله سبحانه وتعالى? Is it difficult to understand the Quran? Is it difficult to understand the speech of Allah and yet it's easy to understand the manuals and the speech of this person, that person? You've got a person who understands and speaks the Arabic language and he'll say that I don't understand the Quran and yet he's able to understand English or another language. أسهل ما يكون تدبر القرآن وفهم القرآن أسهل ما يكون لكن لابد تمشي. Contemplating the Quran and pondering over the Quran and understanding the Quran is the easiest thing which a person can do, but you have to take the path. يعني أغلب الحضور الآن هنا قال لغتي الأصلية ليست هي اللغة الإنجليزية. The majority إنجليزية. نعم. The majority of the people who are sitting here, their mother tongue is not the English language. تعلم الإنجليزية صح. But you learned the English language. ويفهم. And you understand English. لكن اللغة العربية لغة القرآن تفسير القرآن لا ليس مشكل. But as for the Arabic language, which is the language of the Quran and the language of the tafsir of the Quran, is too difficult. ممكن تستغل هذه الوسائل في فهم القرآن. In fact, you can utilize many of these items to understand the language of the Quran. تبدأ بقصار السور الفاتحة. قل هو الله أحد الفلق الناس السور التي فيها قصص سورة مريم سورة القصص سورة الكهف لأنها تتكرر. And you can begin
by reading and trying to understand the smaller chapters of the Quran, like Surah Al-Fatiha and Al-Ikhlas and Al-Falaq and Surah Al-Nas, or those surah in the Quran which contain stories like Surah Maryam and Qasas and Surah Al-Kahf, because these stories are repeated throughout the Quran. These accounts are repeated throughout the Quran. أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم بالله لا بغيره. So when a person says أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, أعوذ meaning I seek refuge and protection in Allah and nobody else besides him. من الشيطان, ما معنى الشيطان؟ And I seek refuge in Allah من الشيطان, from الشيطان. What does الشيطان mean? الشيطان هو الذي خرج عن طاعة الله. الشيطان is that being who has removed himself from the obedience to Allah. والشياطين ينقسموا إلى قسمين. And there are two types of شياطين. شياطين جن وشياطين إنس, والأخطر هو شيطان الإنس. There are two types of شياطين. Shayateen amongst the jinn and shayateen amongst the humans. And the shayateen amongst the humans are more dangerous than the shayateen amongst the jinns. Al-Rajim. ما معنى الرجيم؟ And then we say, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. What does الرجيم mean? الرجيم يعني أن الشيطان مرجوم مطرود من رحمة الله, نسأل الله عافية والسلامة. طرد من رحمة الله. And the meaning of الرجيم and شيطان being الرجيم, I the one who has been made distanced from the mercy of Allah. أو الرجيم لأنه يرجم بني آدم, يرمي الناس بماذا؟ بشبهات وشهوات. شبهات شرك, شرك أكبر وأصغر وبدعة, وشهوات صغائر وكبائر. يرمي دائما يوسوس. نعم, يرمي بني آدم. And the other meaning of شيطان being الرجيم is because he throws at the people, meaning he throws doubts of misguidance and desires at the people. He incites them and whispers to them. So the doubts of misguidance like minor shirk and major shirk and bid'ah and innovations. And as for desires which he throws at people like the minor sins and the major sins. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله, ما معنى بسم الله؟ And then we say بسم الله. And what does بسم الله mean? بسم الله هنا في قراءة القرآن معناها, نعم. And the meaning of بسم الله here when it comes to reciting the Quran, لا أفتتح قراءة القرآن إلا ببسم الله. The meaning of Bismillah, يعني بسم الله أقرأ القرآن. The meaning of Bismillah when you're about to recite the Quran is that I begin in the name of Allah my recitation of the Quran. I don't recite except in the name of Allah. بسم الله أتوضأ. So in the name of Allah I begin my wudu. بسم الله آكل. In the name of Allah I eat. لأن كل شيء يذكر عليه اسم الله تحل في البركة. Because everything which begins with the mentioning of the name of Allah, it is full of barakah. تسمي عندما تدخل المنزل يخرج الشيطان. So when you enter your house and you say the name of Allah, shaitan leaves. تسمي عندما تأكل لا يأكل معك الشيطان. And when you mention the name of Allah before eating, shaitan does not eat with you. بسم الله, الله هو المألوه المعبود محبة وتعظيما. الله هو المألوه المعبود محبة وتعظيما. And we say Bismillah, and the meaning of this blessed word Allah is that He is مألوه, and مألوه means معبود, meaning the one who is worshipped upon truth, and nobody is deserving of worship except Him. لم يسمى أحد بهذا الاسم إلا الله سبحانه وتعالى. And nobody was named with this name except Allah سبحانه وتعالى. قال بعض العلماء أن هذا الاسم الله هو اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب. تقول يا الله اغفر لي مستجاب الدعوة.
And some of the ulama have mentioned that this blessed name Allah, this is his great name, that by which if a person was to make dua, then Allah does not refuse to accept the dua. نعم. تقول الرحمن الرحيم هو الله. كل الأسماء الحسنى ترجع إلى هذا الاسم. هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم. كل الأسماء ترجع لهذا الاسم. You say that Allah, He is Ar-Rahman. You say Ar-Rahim is Allah. So all of the beautiful names of Allah Subhanahu, they go back to His main name Allah. Like in the Quran, Allah, there's no other deity worthy of worship except Him. And He is Al-Hayy and He is Al-Qayyum. So all these names, they go back to His great name Allah. ولهذا الآن أنتم هنا عندما تتكلم باللغة الإنجليزية ما تقول God، لا God أي إله، لكن تقول الله، يعني ما يقول Oh my God، لا يقول Oh my Allah، حتى يعرف هذا أن لك رب واحد سبحانه وتعالى وهو الله المعبود المألوه محبة وتعظيمة، ليس كل إله. And when you're speaking the English language, it's not permitted for you to call out to Allah using the word God. Meaning you don't say, Oh my God. Rather you say, Oh my Allah, Ya Allah. And this is because when it comes to God, there are false deities. As for Allah subhanahu, when you mention that name, then people know that you are calling out to the one true deity and that you are calling out to Him محبةً وتعظيمًا due to your love of Him and in exalting His name. الرحمن الرحيم. And then we say الرحمن and الرحيم. الرحمن ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل الخلق. مسلم، كافر، كل شيء حتى الحيوانات. And the meaning of الرحمن is He is the one who is possessing of the greatest amount of mercy, and that His mercy encompasses everything, Muslims, non-Muslims, animals, every facet of creation, His mercy encompasses that thing. الرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. أسأل الله يجعلنا وياكم منهم. And as for الرحيم, meaning the one who possesses a mercy which is exclusive to the people of Iman, may Allah make me and you from them. إذن الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة. نعم، واسعة وسعت كل الخلق، واصلة وصلت للمؤمنين. And so الرحمن, the one who possesses the vast amount of mercy, and الرحيم, the one who bestows this mercy upon the believers. الآن تقرأ الفاتحة. So now you recite Surah Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. أول آية في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. And the first ayah in Surah Al-Fatiha is Alhamdulillahi Rabbil Alameen. عندما تقول الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى يقول حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، ذكرني عبدي بجميل الصفات. هذا معنى الحمد. نعم. And when a person says, or when you recite Alhamdulillahi Rabbil Alameen, then Allah subhanahu replies and He says, My worshipper has praised me. My worshipper has praised or venerated me. So the meaning of Alhamd is to praise Allah with every statement of perfection out of love and exaltation. نعم. الحمد لله يقول الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي، يعني أثنى علي عبدي، ذكرني بجميل الصفات. نعم. So when you say الحمد لله, then Allah subhanahu says that my worshipper is praising me, meaning he is mentioning me with the most perfect and beautiful of descriptions. الرحمن الرحيم. عندما تقول الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه وتعالى أثنى علي عبدي، يعني ثناء وثناء وثناء وثناء.
And then when you say Ar-Rahman Ar-Rahim, then Allah subhanahu says once more, my worshipper is praising me. And this is praise after praise after praise. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين يقول مجدني عبدي. نعم. And when you say Maliki يوم الدين, then Allah subhanahu says, my worshipper has venerated me. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. تقول إياك نعبد وإياك نستعين, يقول الله سبحانه وتعالى هذا بيني وبين عبدي, لأن العبد يستعين بالله سبحانه وتعالى على العبادة, نطلب العون من الله سبحانه وتعالى. نعم. And then when you say إياك نعبد وإياك نستعين, then Allah subhanahu says this is between me and between the one who is worshipping me. ثم تسأل الله سبحانه, الآن يأتي السؤال بعد أن تثبت التوحيد لله سبحانه وتعالى, تثني على الله, تقدم بين يدي الدعاء المحامد لله سبحانه وتعالى. نعم. So when you say إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, then Allah subhanahu says that between me and between the one, this is between me and between the one who is worshipping me. Why? Because you are asking Allah to aid you and assist you. نعم. And then when you say اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, then now this is you supplicating to Allah. And this is between you and between Allah subhanahu. Why? Because you preceded this dua with the praise of Allah and the veneration of Allah. إذن في الفاتحة علمنا الله سبحانه وتعالى كيف ندعو, لابد قبل الدعاء من آداب, منها الثناء على الله, منها توحيد الله, منها تمجيد الله سبحانه وتعالى, منها ذكر الله سبحانه وتعالى ودعاء الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. And so in Surah الفاتحة Allah subhanahu explains to us the etiquettes of supplicating to him, and that is before you make your dua you first praise Allah subhanahu wa ta'ala and you remember him and you venerate him and you mention his tawheed. Alhamdulillahi rabbil alameen. Naam. Alhamdulillah يعني كل المحامد لله, لا أحمد إلا الله سبحانه وتعالى. And when you say Alhamdulillah, meaning every type of praise is for Allah, and I do not praise anybody with perfection except Allah. الحمد هو ذكر الله سبحانه وتعالى بجميل الصفات, بالأسماء الحسنى, بالصفات العلى. And Alhamd, saying Alhamd is for Allah, this is mentioning Allah with the most beautiful of descriptions and the most beautiful of names. لله يعني الأمر خاص بالله, لا يحمد إلا الله, لا أثني إلا على الله, لا أمجد إلا الله. And when you say لله for Allah, meaning that this الحمد, it is exclusive to Allah subhanahu, such that I do not praise anybody except Allah. And I do not venerate anybody like Allah. رب العالمين, العالمين كل ما سوى الله, فكل ما سوى الله مخلوق, كل ما سوى الله مربوب, كل ما سوى الله مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى, كل ما سوى الله, الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه ورزقه. And then you say رب العالمين, meaning Allah is the رب of العالمين. And Al-Alameen is everything which has been created. Everything besides Allah is Al-Alameen. So when you say Rabbil Alameen, then that means that everything has been created by Allah. And everything is sustained by Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dhu Ar-Rahma Al-Amma wa Dhu Ar-Rahma Al-Khassa Ar-Rahim. Naam. And we said Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman, the one who possesses the greatest amount of mercy, and Ar-Rahim, the mercy, that there is an exclusive mercy which is exclusive to the believers. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين, Allah سبحانه وتعالى هو ملك ومالك, لكن ملك كامل
وملوك الدنيا ملكهم ناقص زائل. And then we say Maliki Yawm al-Din, that Allah, He is the owner and the possessor of Yawm al-Din. And here you are affirming the authority of Allah subhanahu wa ta'ala, and that He is the only one who has complete authority. As for the kings and the rulers in the dunya, they have some authority. However, that authority is deficient and it will cease. في قراءة تقول ملك يوم الدين، فالله سبحانه وتعالى مالك وملك، لأنه قد يكون عندنا ملك لكن ليس لديه أملاك، وقد يكون عندنا إنسان له ملك لكن ليس بملك، فالله سبحانه وتعالى ملك ومالك. نعم. تقول في قراءة تقرأ تقول ملك يوم الدين. So there is another recitation. Instead of saying Maliki Yawm al-Din, you say Maliki Yawm al-Din. فالله سبحانه وتعالى ملك، له ملك كامل لا ناقص، ملك باقي لا يزول، ليس كملوك الدنيا. And so Allah سبحانه, He is the King who has authority, and it is complete authority, and it is eternal authority. Unlike the kings of the dunya, the kings within the world, who have a deficient form of authority, that which ceases. والله سبحانه وتعالى كل شيء ملك لله سبحانه وتعالى. And Allah سبحانه, His authority, it extends over everything. يكون عندنا ملك لكن ليس لديه أملاك، فقير. نعم. مثل بعض الدول الفقيرة. نعم. So sometimes you may have a country which has certain possessions but it is still poor, it still remains poor. وقد يكون عندنا إنسان عنده أملاك كثيرة لكن يتسلط عليه أحد الظلمة مثلا ويأخذ كل ما يملك. نعم. And sometimes you have a person and he may have much property. However, somebody comes and easily takes that property off him. مالك وملك يوم الدين، ما معنى يوم الدين؟ And Allah سبحانه, He is the مالك and He is the ملك يوم الدين. And what is the meaning of يوم الدين؟ يوم الجزاء والحساب، يوم القيامة. And the meaning of يوم الدين is that day in which there will be accountability and recompense. الله سبحانه يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يملك كل الأيام. And Allah سبحانه, He possesses all days. ليس فقط يوم القيامة. Not only يوم القيامة. لماذا هنا خص يوم القيامة؟ So why here did he specify يوم القيامة؟ لأن هذا اليوم يوم الجزاء والحساب. Because it is يوم القيامة which is the day of accountability and reward and punishment. يوم لا يوجد فيه ملك يستطيع حتى تكلم بكلمة واحدة. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. And يوم الدين, Allah is the ملك of يوم الدين, because on that day no person and no king will be able to even speak a word, as Allah mentioned, the meaning of which is that on that day الملك, authority and all authority will be for Allah, who is alone, and He is القهار, the subjugator. تقول يا رب أنا مؤمن بالجزاء والحساب والجنة والنار ويوم القيامة، ويا رب أنا مقر لك بأنك أنت الملك والمالك سبحانك وتعالى. So when you say مالكي يوم الدين, you are saying, Oh my Lord, I believe and I accept in that which will occur on the final day, in Jannah and Jahannam, and questioning and accountability, and reward and punishment. And O my Lord, I believe that you are the one who has complete authority. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا الله. And then you say إياك نعبد, which means we do not worship anybody else except Allah. الإمام عندما يصلي يقول إياك أعبد أو إياك نعبد.
When an imam حتى لو صلى وحده when an imam is praying or if a person is praying alone does he say إِيَّاكَ أَعْبُدُ it is only you who I worship or does he say إِيَّاكَ نَعْبُدُ it is only you who we worship even though it's a person praying on his own ماذا يقول what does he say إِيَّاكَ نَعْبُدُ بالجمع he still has to use the plural form and say it is you alone we worship even if he's praying alone كأنه يقول يا رب نجتمع على عبادتك ولا نفترق and it's as if the person is saying that oh my lord we are all united upon your worship and we are not disunited لابد أن نجتمع على عبادة رب واحد and this shows that we all have to come together and be united in the worshiping of our lord نجتمع على اتباع نبي واحد عليه الصلاة والسلام and also that we have to all come together and be united upon following the one true messenger صلى الله عليه وسلم نجتمع على دين واحد and that all of us have to be united upon a single religion نجتمع على قلب واحد أمة واحدة and all of us that we have to come together and be united upon a single heart meaning one single ummah إذن سورة الفاتحة فيها الأمر بالاجتماع لا الافتراق and therefore سورة الفاتحة it contains a command to be united and not to be divided لكن نجتمع على ماذا but to be united on what basis البدعة is it on the basis of بدعة الضلال or misguidance نجتمع على عبادة الله لا شريك له Rather that we should be united and come together upon the worship of Allah who has no partner. طيب هل هذا الاجتماع وهل هذه العبادة بقوتي؟ And then after this بجد باجتهادي And after this unity and this worship is it due to my own power, my own might, my own striving and efforts? لا تقول نجتمع على العبادة بمعونتك يا الله يا رب أعني يا رب وفقني واهدني وسددني نعم إياك نستعين بك لا نستعين بغيرك لا نطلب العون على العبادة إلا منك So is this unity and is this worship Because of my own power and my own strength and my efforts, no. We say, إِيَّاكَ نَسْتَعِينَ O Allah, help us. Or we seek your aid, meaning that it is only through your aid and your guidance and you keeping us correct that we are able to worship you and we are able to be united upon your worship. لَا نَسْتَعِينَ إِلَّا بِكَ And the meaning of إِيَّاكَ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ is that we do not seek help and assistance from anybody else besides you. لا يمكن أن نؤدي العبادة إلا بالاستعانة بك وحدك لا شريك لك. And you are saying that, O Allah, it is not possible for us to fulfill your worship without your support and assistance for us. ثم الآن تدعو. And then after this, you supplicate. تقول اهدنا الصراط المستقيم يا الله اهدنا نعم and then you say اهدنا meaning oh Allah guide us ماذا ما معنى اهدنا and what does it mean when we say اهدنا اهدنا أي علمنا ووفقنا إلى العمل بالعلم And the meaning of اهدنا, guide us, meaning, oh Allah, teach us and bestow upon us knowledge and then allow us and guide us to acting upon that knowledge. يعني تقول يا رب علمني ووفقني إلى العمل بالعلم. So when you say اهدنا, you are saying, oh Allah, teach me and then guide me to acting upon that which you have taught me. الصراط الطريق المتسع الواضح الكبير and then you say الصراط meaning guide me to the path i.e. that path which is clear المستقيم لأن أقرب الطرق الطريق المستقيم
And then you say As-Sirat al-Mustaqim, guide me to the path which is straight, because the path which is the closest and the shortest distance is the straight path. كم طريق موصل إلى الله؟ And how many paths are there which take a person to Allah? طريق واحد. There's only one path. هذا الطريق المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. And this is that straight path which the Prophet صلى الله عليه وسلم traversed, and also his companions, may Allah be pleased with them. في طرق أخرى. Are there other paths which take a person to Allah? إلى الله لا يوجد طرق أخرى إلا طريق واحد. طرق ملتوية للشيطان. Are there any other paths which take a person to Allah? There are no other paths, only this path. All these other divergent paths, they are the paths to Shaitan. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط من؟ طريق من؟ اهدني. علمني ووفقني وسددني طريق من. And when you say, oh Allah, guide me and take me and teach me to the straight path, the path of whom? الذين أنعم الله عليهم. I.e. the path of those people whom Allah bestowed with His blessings. من النبيين. From the prophets. والصديقين. And the truthful. والشهداء. And العلماء وال... الشهداء العلماء وشهداء المعركة. And شهداء meaning the scholars and the martyrs. والصالحين الذين أصلحوا ما بينه وبين الله وما بينه وبين عباد الله. And also the الصالحين, those who rectify their relationship with Allah and those who rectify their relationships with each other. هذا أفضل دعاء في القرآن. بل هو أفضل دعاء كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. And this is the most virtuous دعاء in the Quran. Rather, as شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله said, this is the greatest دعاء. وتقول يا رب. And you say, oh my Lord. لا أريد أن أكون من الذين تعلموا ولم يعملوا. And you say, oh my Lord, I don't want to be from those people who learnt and had knowledge, but they did not implement. غضب الله عليهم. And so Allah became angry upon them. ولا من الضالين الذين ضلوا عن الطريق يعني يعملوا بلا علم. And neither do I want to be from those who are led astray, meaning those people who are misguided away from the path, even if they did actions. بإجماع الأمة أن التأمين ليس من الفاتحة. هنا الفاتحة انتهت. And the complete unanimous agreement of the Ummah is that At-Tameen means saying Ameen. This is not from Surah Al-Fatiha. So Surah Al-Fatiha, it ends here with Walad Dalin. It ends. نعم. Ameen. أي يا الله استجب. دعاء. نعم. And then when a person says Ameen, it means, O Allah, answer my supplication. So this is a supplication in of itself. والله أعلم. And Allah knows best. هل نستحضر هذه المعاني عند قراءة الفاتحة؟ So do we and are we conscious about these meanings when we recite سورة الفاتحة؟ لا. No. إلا من رحم الله. Except for the one whom Allah has mercy upon. ماذا نصنع؟ So therefore what should we do? اقرأ. First read. في تفسير الفاتحة. Read the tafsir or the explanation of Surah Al-Fatiha. حاول عندما تقرأ تستحضر المعاني. And whilst you are reciting Surah Al-Fatiha, try to think about these meanings. تذاكر مع إخوانك. And also revise and remind each other amongst your brothers. ما معنى يوم الدين؟ What is the meaning of يوم الدين؟ يوم الجزاء والحساب يوم القيامة. It means the day of accountability and reward and punishment, i.e. the day of resurrection. ما معنى اهدنا؟ And what does اهدنا mean? أي علمنا ووفقنا للعمل بالعلم. Meaning teach us and then guide us to acting upon that which you are taught us. وهكذا حتى تثبت المعلومات. And like this until this knowledge becomes firm. نعم والله أعلم. كم بقي؟